النهاردة أكدوا لي إني مش هشوف بعينيا تاني. وإيه يعني؟ أنا شفت كل حاجة ممكن تتشاف. شفت النور المتغطي جوه قلوب تعبانة، شفت بلد بترد لها الروح، شفت بالبصيرة بعد ما قعدت سنين طويلة مش شايف ببصري حاجة. الصناديق اتملت ومحدش دخل. افتح. انا المرشح. افتح الباب يا عم عبال. يلا عبد فهمي. يلا يا جماعه خلصوا بسرعه يا جماعه عشان يقفل الصناديق. يلا بسرعه. كفي نفسك. افتحوا الباب يا اما هنكسره. يلا بسرعه. انا عندي حد مصور بره. هاتوا بسرعه. عبد الرحمن خلي عبد الرحمن. دخلونا يا بيه. بس يا ولاد مش عايز كلام يا باشا. عايزين نخش. بس يا ولاد عايز اوشه. دخلنا يا باشا. دخلونا دخلونا. عايزين ننتخب. اللي قرب قدام مني اخرطه. رجع الناس كلها ورا. عايز اوشه. طلع اوعى. كمان دخلها يا نصر. عامل سعادتك. خش يا رحمه. سوري يا ابو رحمان، اصل انا عندي تعنيه، هتلاقيني قاعد في المكتب مرحرح شويه. اتكلم بقى عشان تروح. يلا. بس انت يا ابني داخل على مرحله المجزر الالي، يعني هتتسلخ وتتشفى زي الدبيحه، وانت شكلك كده مش هتستحمل الكلام ده خالص، فاهم؟ قول لي بقى، مين اللي صلاتك تصور الانتخابات؟ ياد اتكلم يا دبلة. اتكلم. مفيش حد من الناس دي هينفعك يا حمار. في الاخر هم يطلعوا في الفضائيات يتصوروا مع منى الشاذلي ومعتز الدمرداش، وانت هنا هتتنفخ. ها مين؟ قول لي مين. اتكلم. ما تتكلم يا ابن المكنة. قول. ما تقول يا حلوة مين. ما تقول يا انا هدواك كهربا بقى يا روح امك عشان تعرف بقى طعم الصراحه. خش يا عم. ايه ده يا روح امك؟ رقصوا يا ابني. تعالى بندل. رقصي بقى يا وسخه. اهلك
خارج ارخي روح امك. شوف يا ساره، انا ما يفرقش معايا خالص اذا كنت غد ولا برادة ايه ولا 6 ابريل، انت يا وسخه بتتلوني على كل لون زي الحربايه. كمان ما يفرقش معايا اذا كنت بتسب للريس او بتنعاني في سنسافيل البلد، كل ده مش مهم. انا بس عايز الفت نظرك لحاجه، ان كل لعبه ولها نهايه، وانا صبري برضو له ليميت، وبعد كده بزعل واتضايق، وانا زعلي وحش قوي ودمعتي قريبه ودموعي غاليه عليا، عشان كده انا عايزك تفضي بقى اللعب ده اليومين دول انت والعيال اللي معاكي. اللعب ده احنا ما نعرفوش، احنا سايبينه لكم. هو انت فاكره ان انا هاخد ادي معاكي في الكلام؟ ما انت يا بنت عارفه انا ممكن اعمل فيك ايه. اللي عايز تعمله اعمله، واللي انا اقدر عليه عملته خلاص. خبر القبض عليا وعلى عبد الرحمن وكل اللي رصدوا التزوير مالي النت، والعالم كله عارف بالوساخه بتاعتكم. اوعى على ابوك على ابو النت يا ابو الكلب. عايزك تمرمطها بنت اللايده دي. تنشر التحقيق عن تزوير الانتخابات، دي فضيحه متكامله الاركان. بقول لك ايه، ما تجعرليش في جورنان، انزل طلع شحنات الغضب اللي عندك في المظاهرات. طب ما انت عارف اهو ان الموضوع يستاهل الغضب، في ناس دلوقتي بتعذب في امن الدوله بسبب كشف التزوير ده، ازاي ما نكتبش عنهم؟ ما تزيدش عليا وحياه ابوك، احنا مش منظمات حقوقيه عشان ندافع عنهم، بروح انشر الكلام ده في حته تانية، ده لو حد رضي ينشره. ولا اقول لك ما تنشره على النت احسن، ما انت مالك في الفيسبوك والنت. ليه بس التريقه دي؟ ده انت طول عمرك راجل وطني، عشان كده اشتغلت معاك. يا ابني فوق، انت مش دريان باللي بيحصل في البلد دي؟ قناه الاوربت اللي وراها السعوديه قفلوها لما خبط عمرو اديب في الحلل، حتى ابراهيم عيسى لبسوه البيجامه وقعدوه في البيت بعد تمثيليه بيع الدستور. خلاص الامور بقت واضحه، النظام قلع برع الحياه. هاني تقدر تقول دلوقتي ان قلع علينا ملط؟ أنا مش هقعد كل ساعة أجيبك من لساه. أنا مهندس ماليش دعوة بالسياسة. واللي أنا بعمله ده مش سياسة. أنت ما عندكش دم خالص؟ ده بدل ما تنزل وتقف معايا. أنا فاكرك بنت بتحب بلدها، واحدة بتكتب على النت زي آلاف الشباب، حتى لما قالوا إن أنت اللي دعيتي لإضراب 6 أبريل وقفت جنبك عشان عارف إنهم خلوكي كاتش فدا. أنت إيه يا أخي؟ انت بجد مصدق اللي انت بتقوله؟ ولا بس عايز تقنع نفسك ان انا كنت كبش فدا علشان مش عايز تصدق ان انا اللي قمت بالاضراب؟ احنا اتفقنا انك ما تحترفيش سياسه. بصي، انت عارفه ان انا بحبك، بس مش هينفع نكمل كده. وانت لسه فاكر ان احنا هنكمل؟ حضرات السادة الضباط بإيديكم كم واحد مات؟ حضرات السادة الضباط بإيديكم كم واحد مات؟ لا عدل ولا حبيب، ارحل يا وزير التعذيب. لا عدل ولا حبيب، ارحل يا وزير التعذيب. لا عدل ولا حبيب، ارحل يا وزير التعذيب. مفيش أخبار عن سارة وعبد الرحمن؟
والله يا وليد احنا مش مقصرين في حاجه. عملنا حمله كبيره على النت ونظمنا كذا وقفه احتجاجيه للمطالبه بالافراج عنه. مش هتصدقني اذا قلت لك ان عبد الرحمن ده زي ابني بالظبط، رغم ان فرق السن بيننا مش كبير يعني، لكن اهو انا اللي مربيه على ايدي دي. هو خد مني همي بالبلد وانشغالي بالسياسه، وانا خدت منه تقل دمه وقلبه الابيض. طول عمري بحب الشتاء عشان بيجي في ميعاده، عكس الربيع عمر ما جه في ميعاده ابدا. مره يجي في مارس، مره يجي في ابريل، شكله السنه دي هيجي في مايو. مايو؟ مايو ده شهر النكبه. كله تمام يا ساره؟ لا ظبطت لك فيلا اختي اهوت وخليتها لك على سنجة 10. اه عبد الرحمن اهوت بيظبط لك الزرع ولا احسن جنايني. ماشي ماشي. طب يلا باي باي. امتى هتصحى بقى يا شعب؟ ست هاني خلي بالك بقى من الشقه يا عم جبريل، لو عاوزت حاجه ابقى اكلمك. حاضر يا ست هاني. ست ساره، خريف اسوان رحل قبل اوانه، نواري الجناين وجع حبه وبذرته، قلت توفي وعد ليكي، جبت لك كمان معاه تربه عضويه، طمي نيلي جاف وسماد بلدي، اترشيه بعد الزرع باسبوعين. يلا بينا. حارس تاني. بصفتي رئيس لمجلس الشورى أحب أقول لكم دلوقتي يا أساتذة إننا في مرحلة حرجة للغاية. المعارضة مش عايزة تتحلى بالروح الرياضية وتقبل بالنتيجة. بصراحة الأفكار اللي أنا بلغني إنكم ناويين تنشروها ما تصرش. صفحات طويلة عن الاتهامات الجزافية بتزوير الانتخابات، والموضوع التاني اللي اسمه البرلمان الموازي ده مش دور الصحف القومية ولا المستقلة. أنا دعيتكم النهاردة بصفتكم رؤساء تحرير الصحف الخاصة علشان الهدف القومي اللي كلنا بنسعى إليه وهو استقرار البلد. يا صفبيه، أنتوا اللي سمحتولنا بنسبة حرية عالية، نتراجع إزاي دلوقتي والفضائيات والإنترنت سابقنا بكتير؟ الفضائيات ملتزمة بتوجيهاتنا، إنما الإنترنت ده شباب بتتسلى، سيبوهم يتسلوا.
احنا داخلين على سنة حرجة للغاية، وان شاء الله هتعدي على خير. السنة دي بالذات لو عدت على خير قول على البلد يلا السلام. بعد اذنكم. بعد اذنك يا ريس. هو ده عمر ابو دومة الثورية عمال على بطال، مش عارف مصلحته فين ولا مصلحة البلد فين. الله، طول عمري كان نفسي اعيش في مكان فيه خضرة وزرع. انا بجد متشكرة قوي، مش عارفة اقول لكم ايه. يا ست احنا عملنا حاجة، انا سلفتك فيلا اختي وان شاء الله كده بقى هاخد منك الايجار دبل، بس لما ربنا يفرجها معاك. بس يا سارة مش توقيت غريب ان انت تعزلي دلوقتي؟ بالعكس، انا كنت محتاجة التغيير، وافتكر يعني المكان ده هيديني امل. طب وسارة هاني فتحي المناضلة الكبيرة، قطيت تبعد عن الناس؟ ساعات علشان تفضل تحب الناس لازم تاخد منهم جنب شوية. النظام خلاص استغنى عن اخر ورقه توت كانت مغطياه. واضح ان هما بيصعدوا بغباء عشان موضوع التوريث، يبقى احنا لازم نشتغل على ده. كل القوى السياسيه وبالذات الشبابيه لازم نتحد. 6 ابريل والجمعيه الوطنيه للتغيير وكفايه وحمله البردع وشباب من اجل العداله وشباب الجبهه. عايزين نعمل 16 مظاهره في 16 محافظه على التوازي في يوم واحد. عايزين نبين للنظام ان المصريين كلهم مع بعض، وده اكبر تشجيع للناس انها تكمل. لازم نروح للناس في الكوره والنجوع والحواري والتجمعات العموميه والجامعات. لازم يا جماعه نتكتل اكتر من كده، يعني الالف يبقى مليون واثنين وعشرة. مش عايزين مبارك يورثنا لابنه، لان لو ده حصل هنبقى اسوأ جيل في تاريخ مصر. وانت ايه رايك يا سامح؟ طبعا كلنا معاكم. خلاص، يبقى انت وساره ودعاء وعبد الرحمن تختاروا المحافظات اللي انتوا عايزينها عشان انتوا مستقلين، واحنا بقى نقسم الباقي علينا. اوكي. مالك يا ابني في ايه؟ مفيش، مراتي وولادي وحشوني. طب ما انت مسافر لهم كمان يومين ثلاثه على دبي. انا عارف، بس صعبان عليا اسيب البلد في التوقيت ده بالذات. يا عم روح اطمن عليهم، سافر وارجع لنا، ادينا قاعدين احنا ورانا حاجه. هتيجي بالك معايا؟ ماشي الكلام؟ يلا. دي جزايا ودي خيايا ودي خصايا. ينفع طبق سلطه يتعمل بخصايا بس؟ طبعا لا. اهو الحزب الوطني عامل كده بالظبط، عامل فيها فلطه وعايز يعيش لوحده. عشان كده زور الانتخابات، عشان يباطع في مجلس الشعب لوحده. فاهمين؟ طبعا. بس كده ما ينفعش، علشان الدنيا زي الخيار، يوم في ايدك ويوم فين؟ في ايدي. ثانيه واحده. ايه صار؟ اجمع توقيعات علشان مجلس الشعب. اجي على طول. ماشي. طويل. فاهمين يا جماعه؟ طبعا. يلا تشكر يا فوق. يلا. تمام كده. تمام يا فندم، لابس جاكيت اسود وكاسكيت بني. ايه يا عم؟ بقول لك يا سيف، خد الجاكيت ده البسه. بس انا مش بردان. ما تقعدش تقاوح بقى، امسك بس. في حاجه ولا ايه؟ لا مفيش حاجه، مفيش حاجه. يلا اقابلكم بعدين، سلام. سلام. ايه ده بقى تخسر؟ العب يا معلم. ايه اتاخرتوا كده ليه؟ انا علمتكم كده برضو؟ مش عارفين تجروا من شويه مخبرين غلابه؟ هي يعني مشكله في الهروب؟ المشكله في البرد ده اللي هيجيب لنا نزله شعبيه. والله انا ما صعبان عليا غير الواد صاحبي اللي سبته على القهوه ده، زمانه هيتقفش مكاني ويتنفخ دلوقتي. وانت يا عم اصطدت لنا حوت بقى ولا ايه؟ عايزك تصطاد لي كابوياه كده على مزاجك. انت بتاع الكابويه انت. ايوه. طب ممكن نخلص جو الرحله ده بقى ونشوف هنعمل ايه؟ يا عم فك بقى. احنا مش ناقصين. البلد في حاله قلق. أنا عاوزك ترصد لي بقوة الأولاد بتوع الفيسبوك، سارة وسامح والجروب بتاعهم، أما المخبرين اللي فشلوا في مراقبتهم فتخلص منهم من هنا في أي حتة. البلد مش ناقصة أخطاء هبلة. حاضر يا فندم. هيروحوا من هنا فين؟ إحنا لينا في كل شبر في البلد ألف عين. ماشي. كل الشباب اللي في الحركات السياسية قرروا إن هم يخرجوا مظاهرات بالتوازي في 16 محافظة، وعايزيننا نشارك معاهم، عايزيننا ننزل المحافظات ونقنع الناس. طب وإيه المناسبة بقى؟ البلد دلوقتي كلها مولعه،
مظاهرات في الجامعه ضد الفساد والتزوير، اضرابات عمال في كل حته في مصر. يعني كلكم الاساتذه وانا اللي ما افهمش حاجه؟ طب الكام سنه اللي فاتت مصر حصل فيها 3000 اضاءه، ايه الجديد؟ من ساعه ما ابو عزيز يولع في نفسه والمسائل عليت على الاخر. كل مره كنت بتاخد على امن الدوله وبتعذب، كنت بقول لنفسي كفايه مفيش نتيجه، بس برجع افتكر الناس اللي احتجاجهم كان بيزيد ويقوى يوم ورا التاني. هما اللي ادوني قوه كامله. الناس دي الاغلبيه هما مصر، مش الكام الف واحد اللي ناهبين البلد. افتكر بقى الاغلبيه جه وقتها عشان تقف تاخد حقها. كل احتجاج حفر نهر صغير في الواقع المصري اللي احنا بنعيش فيه ده. احنا عايزين كل الانهار تتجمع في نهر واحد وتبقى فيضان. لازم ننزل نكلم الناس. لازم كل المظلومين يتوحدوا مع بعض. انا حاسس ان اللحظه جت. صح سعادتك يا باشا. ما لهمش اي اسرع الطريق. يا باشا انتم مراقبينهم، هم هربوا من المراقبه، احنا ذنبنا ايه؟ نسيب المرور ايه اللي بيضرب عشان نجري ورا شويه عيال؟ واحنا ايه هنشتغل في الوزاره دي عند امن الدوله؟ مش كفايه بيقبضوا اكتر مننا 3-4 مرات وبرضه مش عاجبهم، عايزيننا نجري ورا شويه عيال بتلعب على النت. البلد دي ايه؟ مفيش حد بيخاف عليها. الحمله دي مهمه جدا بالنسبه لنا، عشان كده لازم نسافر. وانتوا بقى عملتوا جماعه سياسيه ولا حركه يعني؟ لا احنا كلنا مستقلين، اللي بيجمع بيننا بس هو موضوع المدونات والفيسبوك والانترنت. انت قصدك اللي بيجمع بينكم هو حب البلد. بالظبط كده يا بابا. ها قلت ايه؟ انت بتاخدي رايي ولا بتاخدي اذني؟ بص يا صاد، انا طول عمري مديكي الحريه تختاري اللي انت عايزاه، درست اللي انت عايزاه، وجيتي فجاه قلتي لي انا هتجوز وافقتك، وبعدين جيتي تقولي لي انا هنفصل. قلت لك ده اختيارك واخترت النضال السياسي وقلتيني وبرضه ما عرضتكيش. ايه الجديد بقى النهارده؟ عايزه تاخدي اذني ليه؟ انا بس حابه تبقى عارف انا رايحه فين، عشان حال البلد اليومين دول فيه قلق والرحله ممكن يكون فيها مخاطر. ابوكي لما اتسجن كان عشان خاطر حقوق العمال وعشان خاطر البلد تبقى احسن. اتكل على الله، انا مخلف بنت ب 100 راجل. ربنا يخليك ليا يا بابا، انا بجد فخوره انك ابوي. لا اله الا الله محمد رسول الله. ساره مش هتيجي تعيشي معانا لما ترجعي بقى؟ يا بابا ما تنساش ان ده كمان من اختياراتي. يلا بقى عشان انا اتاخرت. ولما كنت اخدك العياده عشان تتطعم كنت تعض الممرضه. وخلاص يا ماما ما بقاش عضمه بس. لا ولما اخك دراعها اتكسر وخدناها عشان نعالجها، دخلنا عليك في الاوضه لقيتك بتبوس الممرضه. لا وكمان ايه الست المديره بقى راسها والف سيف ان انا اتجوز الممرضه. واقول لها يا طنط دي مجرد بوسه بس، تقول لي طنط في عينك. ده اللي هاممها في الموضوع. طول عمرك مجرم. لا يا حبيبتي ده طول عمره قمر وشقي. قولي يا دناي ايه الموضوع المهم اللي انت جاي تكلمني فيه وانا داخله اكشف عند الدكتور؟ لا دي سفريه كده كم اسبوع. كم ايه يا اخويا؟ كم اسبوع؟ انت رايح فين يا واد؟ رحله تبع الشغل يا ماما. سامح كفايه بقى السفر وشحططه، وبعدين ابوك يعني. ماما بلاش سيره بابا دلوقتي لو سمحتي. اسمع يا ابني انا بقالي يومين في الدنيا مش عايزه اموت وانا نفسي افرح بيك. ما اشتغلش في السياسة يا بابا. أمال قرفني وكل ساعة بيكلموني في الحزب بسببك ليه؟ أنا ما بتدخلش في شغلك. أنا بدافع عن مبادئي. بص يا سامح أنا عارف إني دلعتك كتير ودلعك ده هو اللي خلاك عنيد. قول لي لو ما كانش أبوك غني وفي الحزب الوطني كنت هتقدر تتكلم في السياسة بقلب جامد كده؟ أنا هستقل بحياتي يا بابا. أنت هتعيش في الدور. أنت لو استقلت بحياتك مش هتعرف تعيش، أنت هتعيش فقير. أو ما استقل بحياتك كده بقى وريني هتعمل ايه. تعلن شركة مصر للطيران عن قيام رحلتها المتجهة من القاهرة إلى دبي.
على جميع الركاب التوجه إلى صالة الركوب. في تحركات خطيرة جدا بتحصل على الانترنت يا فندم، وبعدين العيال بتوع الفيسبوك مولعينها جامد قوي. فيسبوك ايه وبتاع ايه؟ في كام واحد في مصر بيخش على النت ده؟ وبعدين انتوا سايبين شغلكم وعمالين تهزروا ولا ايه؟ موقع كلنا خالد سعيد يا فندم بالذات. ما حدش يجيب لي سيرة الواد ده قدامي. ما جالناش منه غير وجع القلب. حتة عيل ملوش لازمة مات قلبوا لنا عليه الدنيا. الظاهر يا سيادة اللواء انتوا مش مالين ايديكوا بحاجة. عمالين تمسكوا لي شويه عيال ملهاش لازمه وسايبين اللي عاملين لي قلق في البلد. البرادعي والاخوان قلت 100 مره تركزنا عليهم. بتوع حزب الله وحماس كمان مش عايزهم يشموا نفسهم. مش هنقول فيه هنعيد فيه. وبتوع الفضائيات والمعارضه خلي فيهم واحد بس يهب الايام دي وشوف انا هعمل فيه ايه. اوامرك يا فندم اوامرك. اصحوا شويه يا ست اللواء داخلين على ايام صعبه. هننفذ كلام الوزير. بس مش ممكن نسيب الولاد دول واحنا شايفينهم بيتحركوا قدامنا. ما يغيبوش عن عينيك لحظة حتى انفسهم. تعديها لي. دي مطلوبة ولا ايه؟ هاي جود مورنينج. هاي وليد. هاو ار يو؟ ايم فاين اند يو؟ ايم فاين. هاف ا نايس داي هاني. سي باي باي فور يور ديدي. مصر وحواريها. ايه السر اللي وراكم؟ ازاي يا بلدنا قدرت تعدي الزمن الصعب؟ عدى عليك جبابرة على كل شكل ولون. هضمتيهم افضلت انت. يا ترى سرك ايه؟ وجه بحر كله عامل اضراب في عربيات النقل التقيل. اصحاب العربيات وكل السواقين قرروا ان هم ما يطلعوش بالعربيات خالص مهما كانت الخسائر علشان يردوا ظلم الحكومه ليهم في كل اللي حصل لهم قبل كده. عايز اكل يكفي عيالي. عايز اكل يكفي عيالي. طلبي وطلبك شيء مشروع. طلبي وطلبك شيء مشروع. ليه بتكتم على الموضوع؟ ليه بتكتم على الموضوع؟ احنا بناخد مال قليل. احنا بناخد مال قليل. وهو بيقبض مال قليل. وهو بيقبض مال قليل. واحنا اولاد الكنال. واحنا الحكومة فرضت علينا 17,000 جنيه غرامة على كل عربية مطورة، وكمان سنتين عايزين نغير المطورة بالتريلا، ده يرضي ربنا ده يا خال. ربنا ما يرضاش بالظلم، وكل حاجة وليها آخر. إحنا هنفضل ساكتين لهم لحد إمتى؟ فقر وفقرونا، عيا وعيونا،
ذل واهانه ما بتخلصش. النظام ده لازم يقع. هو يعني ايه النظام يا ابله؟ السويس كلها اضرابات، مش بس عمال وموظفين شركات هيئه قناه السويس، لا ده كمان عمال ترسانه القنال والمسعفين وناس كتير قوي غيرهم. احنا كل طلباتنا اننا نتعامل زي اللي عاملين في الهيئه في المزايا والمكافآت. الهيئه اكبر مؤسسه بتدخل موارد لمصر. السويس طول عمرها رمز للنضال ضد الظلم والكل فعل رد فعل. هم بيكرهونا واحنا لازم يبقى لينا رد فعل. ايه اللي عندكم تخصوه؟ كل واحد فيكم سائر. وانتوا المؤاخذه تبع انه برنامج قناه ايه يعني؟ لا لا احنا مش قناه ولا حاجه، ده فيلم مستقل يعني بنعرضه في مهرجانات مراكز ثقافيه حاجات كده. فيلم ثقافي يعني. طب واحنا ايه المطلوب مننا دلوقتي؟ عمر ما كان المصري بيشتروه بغدوة او بعلاوة عشان يسكت عن الظلم. جاء الوقت ان الغضب ده يتحول لريح تزيح الظلم. الناس فاكرين ان العمال عشان طيبين ممكن يتلوا دراعهم، مش واخدين بالهم ان ابن البلد ده لو حد جه عليه هيندموا على اليوم اللي امه زلطته فيه. اللي بتعملوه مع الحكومه صح، والاضراب ده لازم يستمر للاخر، لان الحكومه مش هتعمل لكم حاجه. عشان كده الوقفه دي لازم تكمل باي ثمن. هدفنا وهدفكم واحد. حد فيكم راضي عن احوال البلد؟ لا بقول لك ايه، احنا مالناش صالح في المشاكل دي. اتفضلي من غير ما ترد. اتفضلي مع السلامه. يلا اخويا يلا حبيبي اسحب. بس انتوا كده مش جايين تساعدونا، انتوا جايين لغلط في دماغكم. اتفضلوا يا اساتذه اتفضلوا. خلاص يا فندم انا صرنا عطرت عليهم. الواد سامح والبت اللدغه في السويس، وساره فتحي والواد بتاع جروب خالد سعيد في طنطا. بيهببوا ايه دول؟ بيحاولوا يخترقوا الاعتصامات العمالية ويهيجوا الدنيا. وقعت أبوهم سودة. لكن على مين؟ عناصرنا اللي احنا زرعينهم وسط الاعتصامات ديت شككوا في وطنيتهم وخلوا الناس يطردوهم. العيال دي فاهمة ايه؟ دول زودوها قوي، فاكرين نفسهم أقوى من أمن الدولة. تحب ما عليك نخلص عليهم؟ لا أنا عايزهم صحيين، بس اوعى المرة دي يهربوا منك، فاهم؟ اللي بيحصل ده طبيعي ومش غريب. الامن مسيطر على كل الاضرابات دي. ما انت عارف ان ابويا بيدافع عن حقوق العمال بقاله سنين، وعارفه ان اللي بيحصل ده شيء عادي. بس احنا كان ممكن نروح في داهيه، كان ممكن نتقفش او نتضرب. ما كانش قدامنا حل تاني. وبعدين يعني احنا مش تنظيم سياسي له فروع في كل المحافظات. هنعمل ايه يعني؟ مكتوب علينا. المهم يا جماعه ايه الخطه دلوقتي؟ اطلع بسرعه، امن الدوله جاي ورانا. ساره يا سارة ايه اللي بيحصل عندك؟ استنى يا سامح احنا بيننا اتحصدنا. طب خلي بالكم من نفسكم. هكلمك بعدين، بس احنا على ميعادنا في اسكندريه. ماشي سلام. ان شاء الله ان شاء الله لو كان لنا عمر. هنعمل ايه؟ احنا لازم نهرب من الناس دي. يا اسطى لو سمحت انت تاخدوا الطريق ده لاخره، هتلاقوا هناك محطه قطر، اول قطر هتلاقوه هتاخدوه وانا هعرف اهرب بالعربيه. يلا نروح اسكندريه يا اسطى. طيب حاضر. الاخت اللي معاك؟ اختي. طيب ادفع قد ايه؟ 300 جنيه. خلاص فلوس. اركب وقت. هو امن الدوله حاططنا احنا ليه بالذات في دماغه؟ مفيش غيرنا في البلد؟ ليه يا حبيبتي؟ هم عاتقين حد؟ ده اسلاميين شغالين، يساريين وماله، ناشطين مستقلين برضه شغال، مدونين زينا كده عز الطلب. اي حد بيفتح بقه في البلد دلوقتي بيتلم. الله، امن الدوله فيه الافات شغاله، وراهم ايه يعني غير ان هم يضربونا ويراقبونا؟ هم بينتقموا مننا لما فضحناهم في موضوع تزوير الانتخابات على الانترنت. لا 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 مفيش الكلام ده. هما بيلوموا الناس دي كلها دلوقتي عشان خاطر موضوع التوريث.
طب وبعدين؟ نأجل شوية؟ احنا بتوع رجوع برضو، اذا كنا احنا الناس اللي مستبعين عشان خاطر البلد هنخاف، الناس التانية تعمل ايه يعني؟ عندك حق. طب عارفة بقى ان انت اللي نهوني علينا كل المشوار ده؟ بقول لك ايه، بطل سهوك، مبروم على مبروم ما يلفش. ايه، هو انت مش ناوية تصدقيني خالص؟ لا مش ناوية. ماشي يا عم. حرام عليكي، حرام عليكي، ده احنا كنا عايشين بمرتبك من ساعه ما ابوكي خرجوه معاش مبكر. اعمل ايه بس يا ماما، هما اللي افادوني، انا في حالي في الشغل. قلت لك 1000 مره ابعدي عن السياسه، احنا غلابه. هما بيدفعوني ثمن ان انا بقول كلمه الحق، انا ما عملتش اي حاجه غلط يا ناس. حرام عليكي، حرام عليكي، اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه بس؟ حرام عليكي. ده بما تعيطي يا ماما، احنا بنطلب من مساواة، احنا بنطلب من مساواة، لينا كرامة ولينا حياة، لينا كرامة ولينا حياة، احنا مش ربع انسان، احنا مش ربع انسان، احنا صمام الامان، احنا صمام الامان، النظار والمراقبين، النظار والمراقبين، شغالين رايحين جايين، شغالين رايحين جايين. انا ما اقدر الهدف النبيل اللي انتوا عايشينه وتعبتوا وجيتوا، بس الموضوع مش بالسهولة دي. بس الناس مخنوقة على الاخر، بتعترف بحرقة بجد ومصممين على طلباتهم. ايوه طلباتهم. الاعتصامات في التجمعات العمالية ليها هدف واضح، مطالب، ودي مجرد ورقة ضغط ليس إلا. احنا مثلا مهددين بتوقيف القطارات، ودي قضية أمن قومي، وبالرغم من كده الأمن سايبنا، لأن الموضوع كله مطالب مالية. يعني الموضوع لو كان فيه كلام في السياسة الأمن هيتدخل. تتكلموا في السياسة، انتوا أول ما تفتحوا بقكم هيكون الأمن شايلكم، وما فيش حد هيقف جنبكم ولا هيدافع عنكم. ما تنسوش انتوا في مكان حكومي مرشق أمن. أنا عارف انتوا عايزين تسألوا عن إيه. الناس تعبانين أكتر ما خيالكم يتصور، دول في النهاية عمال بيشتغلوا بصحتهم، لو تعبوا في يوم وما اشتغلوش هتفرق معهم كتير، الجنيه بيأثر فيهم. بس الناس عارفة إن آخرتهم طلبات، مجرد طلبات. حسني مبارك خلى المصريين يا إما شاهد يا إما شهيد، يا إما شاهد على الخراب والفساد وساكت، يا إما شهيد بالمرض والقهر. بس اللي بيحصل ده حرام، طاقة العمال طاقة مهمة ولازم تستغل ضد الظلم. هتستغل إن شاء الله، هيجي اليوم وتستغل إن شاء الله. بس حضرتك وعيك السياسي جامد قوي، مش غريبة شوية دي؟ متنكر يا سيدي، زي ما انتوا عاملين مخرجين أفلام تسجيلية عشان تيجوا هنا، كلنا متنكرين في البلد دي عشان نعرف نعيش. حتى الناس الطيبة بقت متنكرة ولابسة وش تاني عشان تعرف تتعامل مع النظام الظالم. المهم دلوقتي لازم تتكلوا على الله قبل ما الأمن يشم خبر. أنا هبعت عامل من عندي يوصلكم لأي حتة أنتوا عايزينها في مصر. ها، طريقكم على فين إن شاء الله؟ اسكندرية إن شاء الله. إن شاء الله. معلش يا جماعه، مش ينفع تقابلوا حد من الناس عشان الاعتصام اتفضل. يا جماعه عضو مجلس الشعب بتاع الحزب الوطني جه ووعد الناس بحل مشاكلها، ده حتى وزع عليهم اجندات السنه الجديده. كل سنه وانتم طيبين، النهارده ان شاء الله راس السنه. وانتوا اي حد اشتغلكم بكلمتين صدقوه كده على طول؟ هنعمل ايه بس يا استاذه، ما احنا لازم نصدقه وان شاء الله هيصدق في وعده، ولو ما صدقش نبقوا نعتصموا تاني. ربنا معاكم يا رجاله، كل سنه وانتم طيبين. طيب اتفضل اشرب حاجه. اه متشكرين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اقول لك ايه، مفيش خل ولا سبيت ولع في نفسي. هي باين انها بايظه من اولها. انا اتخنقت، ارميني في المالح. تعالى اما ارميكي في المالح وانزل انقذك ونروح في داهيه مع بعض. ايه بنس انت بتهزر؟ ايوه بهزر معاك. تعالى ما افرجك على اسكندريه ما تعرفهاش. اسكندريه هنا بقى السمك له بطاقه شخصيه، متعود على الحريه. والله بجد تلاقيه بطرح حريه كده، قصدي حوايه يعني. يا راجل
هما هم الفاشلين هم هما هما هم الفاشلين هم قاعد انت رايق ولا في دماغك ولا كأن أمن الدولة بتجري ورانا. سيبك انت اقعد اتأمل كده السنة الجديدة وهي داخلة عليك. اتأمل السنة الجديدة؟ اتأمل فيها ايه؟ ولا انا حاجة. قولي عملتوا ايه في اسكندرية من اول ما وصلت؟ بتعمل ايه؟ السنة خلاص هتعدي، يتمنى لك امنية ورمها البحر. انت مش فيها على فكرة. يلا يا شيخ امشي بقى، ان شاء الله 2011 هتبقى احسن من كده بكتير. تفتكر؟ مع ان منظر الموج ما يطمنش. ازاي؟ انا شايف ان الطبيعه عامله ثوره على البني ادم بقالها شهور، وفي حاجات كتيره قوي غريبه بتحصل. ايه يعني؟ نهايه العالم قربت ولا ايه؟ يا شيخ فلا الله ولا فالك. انا شايف بس ان عندي احساس كده ان كل حاجه هتبقى احسن بكتير. يا رب يا رب. ضحى ده غريب قوي، قد ما بيقلب المواجع بس في لحظه بيشفيها. من شويه افتكرت كل الفقر والشقة اللي شفته في حياتي، بس بعد كده نسيت كل حاجه، ما بقتش فاكره غير السنه الجديده كل الايام الحلوه اللي جايه. الو ايه وليد، ايه الاخبار؟ ايه اللي حصل؟ متشكرين قوي يا جماعه على كل اللي انتوا بتعملوه معانا. متشكرين على ايه بس يا مينا؟ ده دمنا كلنا مش دمكم بس. انا شايف انه الرد الحقيقي اننا نعرفوا مين اللي ورا الحادثه دي. الامن مركز مع الناشطين بس وعمال يقبض علينا، لكن المصايب الكبيره محدش بيعمل فيها حاجه. والله انا حاسس ان الامن نفسه هو اللي ورا الحادثه دي. طبعا مين ليه مصلحه غيرهم؟ ما احنا خلاص بقى فهمنا الفوله، فهمنا انهم بيعملوا الفتنه علشان يلهونا عن بلاويهم بلاوي النظام. يا جماعه مش بالسهوله دي نتهموه، ما هو لازم يبقى عندنا ادله. خلاص يا جماعة، أنا بقترح إن احنا نتحد مع بعض وندور على ورا الحكاية دي مين. احنا نقدر على كده. عبد الرحمن يا عبدو تعالى صورنا. ايه يا ابني في ايه مالك؟ ايه يا ابني انت ايه شغل العزة؟ والنبي كفايه هزارك السخيف ده بقى، انت مش شايف المصيبه اللي احنا فيها؟ في ايه يا عبد الرحمن؟ انا مش عارف انتوا مشحطيننا ليه وجايبيننا كل ده، ولا نفعنا في حاجه، ولا احنا مناضلين ولا نيله، كل اللي بيحصل اننا بنتعذب في امن الدوله، وانا تعبت ومش عاوز اتعذب تاني، سلام. ايه الواد عبد الرحمن؟ مال الواد ده؟ ايه اللي حصل؟ ما بقاله سنين شغال في العمل السياسي، ايه اللي قلبه فجاه كده؟ يمكن موضوع الكنيسه يعني؟ لا مش كده، انت قرصت عليه جامد يا سامي. انا عملت ايه يا سامح؟ الولد بيغير على البنت، كفايه موضوع الهزار بالكلام والايد طول الوقت. الله، وموضوع الصور كمان جنن. هو الموضوع كده يعني؟ طب ما تفهمين ان انا مش في دماغي حاجه زي كده. بعدين الحمار ده عمره ما صرح انه بيحبها او معجب بها يعني. انت اللي مربيه وانت عارف قد ايه هو كتوم. الله، ما بيكلمش عن مشاعره كده بسهوله. هو كل واحد في البلد كده بيكتم مشاعره؟ يوه مالك انت كمان في ايه؟ مخنوقه.
هتكمل. المصريين مش هيسكتوا. تمام يا سيادة المقدم، شغل هايل. الشهادة نعتز بيها يا فندم. أنا مش عايز أخطأ، وأنا مش هسأل وراك مصادر معلوماتك دي جبتها منين. يا فندم أنت منبه علينا إن دي مسألة حياة أو موت، يعني ما تحتملش أي خطأ، ما ينفعش. طب إيه تفسيرك إن العيال دي هادية بقى لها أكتر من أسبوع؟ خايفين مننا. هم عارفين في النهاية إن هم مجرد صراصير قدام جهاز أمن الدولة. ايوه بس رايك ان احنا نقبض عليهم دلوقتي ولا نستنى شويه؟ هو صحيح العيال دي بتاعت نت وراي عام وشوشره، بس انا ممكن المهم لك كلهم في ثانيه واحده. بس ما عليك تؤمر. تستعجلش يا محمد، كل شيء بأوان. وحشتيني وحشتيني قوي، وانت كمان وحشتيني قوي قوي. فينك يا بنتي مختفيه؟ فين كل ده؟ هحكي لك. المهم بس فين العيال؟ قاعدين هناك اهو، تعالي يلا بينا. اول حاجه يا جماعه انا بعتذر لكم عن الفكره اللي شحططتنا دي. فعلا ما كانش المفروض نخش وسط ناس ما نعرفهمش ونشرح لهم افكار سياسيه كبيره زي دي. بس هي دي مشكله الافكار النظريه، مش كلها بينفع تتطبق في الواقع. المهم ان احنا حاولنا نسامح، مش كده؟ خلونا نعترف ان كل اللي عملناه في السنين اللي فاتت دي مش كفايه، ولا المظاهرات ولا المدونات اللي كشفنا بيها الظلم. انت اللي بتقولي كده؟ طب ده انت مدونتك بيدخلها يجي 40,000 واحد في الشهر. شكرا. عملوا ايه يعني باللي كتبته؟ ولا حاجه. احنا محتاجين حاجه تانية، حاجه اقوى من كده. ثوره تونس عامله شغل جامد جدا. الناس في الشارع بقالهم 20 يوم ومش عايزين يمشوا، وبيقولوا مش هنمشي غير لما بن علي يمشي. يبقى ايه السر؟ لازم نفكر. ايه يا عبدو احضرنا ساكت كده ليه؟ هتغني عن دليل صحيح؟ بطل بقى يا اخي لسانك ده، دايما مسحوب منه كده. انا حاسس يا جماعه ان الموضوع ده يتلخص في 3 نقط بس. فعلا شراره واحده هي اللي ولعت الحريقه كلها، لما ابو عزيز يولع في نفسه. وكسر الخوف، الناس لما نزلت الشارع ولقوا نفسهم كتير، ده شجع ناس ثانيه انها تنزل. والتدريب، الناس اتدربت في النت على التواصل والتنظيم. صح، النت. الناس زمان كانوا عايشين في قبائل وبعد كده عاشوا في مدن، لكن الناس النهارده عايشين في الفيسبوك. عشان كده الفيسبوك نجح في مصر وسعت الصاروخ. عندك حق، لان الناس في مصر بطبيعتها عشريه والفيسبوك هو اللي عايشها مع بعض. انا بعترف ان احنا فاتتنا النقطه. احنا في زمن الثوره الالكترونيه، الفيسبوك هو الحل. لو مليون واحد بس نزلوا الشارع هينزل وراهم 5 مليون، صحابهم قرايبهم، مصر كلها هتبقى في الشارع. المهم ما نجيبش سيره ثوره خالص اول يوم. يبقى لازم ندور على الشراره. مين هيولع في نفسه؟ انا. ايه رايكم نخلي يوم 25 حمله ضد التعذيب والفساد والظلم؟ حاجة دلوقتي ان كلنا لازم نركز مع اللي بيحصل في تونس. الرابع والعشرون من ديسمبر 2010 تطور خطير للأحداث بولاية سيدي بوزيد، حيث اتخذت الاحتجاجات السلمية شكل انتفاضة شعبية شملت جميع مدن المحافظة، وقامت قوات الأمن بإطلاق الرصاص الحي على المسيرة السلمية في مدينة منزل بوزيان، مما أسفر عن مقتل وجرح واعتقال عدد من المتظاهرين. 25 ديسمبر تجمع المئات من النقابيين والحقوقيين في ساحة محمد علي في تونس العاصمة للتعبير عن تضامنهم مع أهالي سيدي بوزيد والاحتجاج على قمع المسيرات الشعبية واستعمال الأمن الرصاص الحي ضد المحتجين. 9 يناير 2011 المظاهرات تصل العاصمة تونس وتتسم بتصاعد العنف خلال الاحتجاجات التي رفعت لأول مرة شعارات ضد الحكومة التونسية وسقوط أكثر من 35 قتيلا في مدينتي القصرين وتالا. الجيل العربي الجديد مصمم على التغيير. تحية لثورة تونس. طبقا لأحكام الفصل 56 من الدستور الذي ينص
على أنه في صورة تعذر على رئيس الجمهورية القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض سلطاته إلى الوزير الأول، واعتبار للتعذر على رئيس الجمهورية ممارسة مهامه بصفة وقتية أتولى بداية من الآن ممارسة سلطات رئيس الجمهورية، وأدعو كافة أبناء تونس وبناتها من مختلف الحساسيات السياسية والفكرية ومن كافة الفئات والجهات إلى التحلي بالروح الوطنية. حلوين سكع عق عق فول طبعا الإعلام الحكومي اشتغل. تعالوا نناقش هنعمل يوم 25 يناير. ده هيبقى يوم عيد ان شاء الله. انا رايي نخليها يوم 21 بدل 25 علشان هيبقى يوم جمعه. انا رايي نخليها يوم 25 عشان بيوافق عيد الشرطه، ويوم 28 نعمل يوم تاني يكون اقوى ان شاء الله. يلا ناخد تصويت. احنا شعب خنوع، شعب جبان، صفاره لمه وعصايه جريه، محدش هيروح. كل اللي هيروح كام واحد ومش هيعرفوا يقفوا قدام الامن المركزي. قاعده بتاكلي انت هنا ولا دريانه باللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ ولاد بتوع اللجنة الإلكترونية بتاعة الحزب الوطني دخلوا يا ستي على الجروب وبيحاولوا يعملوا أي حاجة عشان يهبطوا الناس. هو أساساً ما اسموش الحزب الوطني، اسمه الحزب الوطني. والله على رأيك. طب والحل؟ عندي حتة فكرة. استني يا شباب، كل اللي يعرف يعمل جرافيك يورينا شطارته. عاوزين أحلى بانرات تشجع الناس. حلو. إيه ده يا جدعان؟ بصوا كده البنرات مغرقة الجروب بتاع خالد سعيد. حلو قوي. هو ده يا نجم. كده بقى الجد ابتدى. لازم ناخد بالنا من المراقبات عشان ما يعرفوش مكان الفيلا. خلي دعاء تبات عند صاحبتها اللي في حلوان. وانت انت مع 6 ابريل كده اختفي شوية، وانا هكلم سارة. لمين العيال دي زي الخرفان؟ هي حصلت؟ بيدعو للثورة عيني عينك؟ على مهمهم أغلب الوقت تحت عينينا. ليه أغلب الوقت؟ ليه مش كل الوقت؟ يا فندم أنا مش سامح لهم غير بشوية وقت يناموا فيه، ما عدا ذلك أي إيميلات تشات تحركات كله متراقب. إيميلات إيه وتشات إيه؟ دول بيدعوا للثورة عيني عينك على الفيسبوك. جيب لي سجلات تليفوناتهم. موضوع الموبايلات دلوقتي ده بقى سهل الدنيا، أي عيل من دول يرمي الشريحة ويشتري خط جديد وبقى معاه تليفون. أنت بتهزر يا حضرة الضابط؟ أنا عايزهم تحت عينيك. تفضل تفضل. هتقوم تعالى ورايا. انتوا قضيتوا بنتي فين؟ احنا مواطنين محترمين. حرام عليكم. احنا مناضلين. سيبني. حرام عليكم، دمرتوا البيت. انتوا قايلين يا بعض قضيتوا بنتي فين؟ هات يا وليا، فين من سرعات؟ منك لله. حسبنا الله ونعم الوكيل يا ظلمة، دعاء مش هنا.
ما عليكم دول وصل بيهم الفجر ان هم يصيغوا بيان تنحي الرئيس بختم الرئاسه وينزلوه على النت. شوفوا بيقول ايه. نظرا لغضب الشعب من انتشار الفساد والمفسدين في البلاد، قررت اليوم التنحي من كافة المسؤوليات السياسية وحل الحزب الوطني. في تجاوز أكتر من كده؟ خلاص يا محمد، سادة مدير الإدارات تفضلوا. يا فندم مفيش أي إشارة إن الإخوان المسلمين هيشاركوا من 25، وطبعا الإعلاميين الكبار واخدين تعليمات بالتهدئة، وكبار قيادات الدولة بيكلموهم بنفسهم يحذروهم. والجهاديين يا فندم مفيش تأكيدات إنهم هينزلوا في اليوم ده، بس أكيد النورة. والأقباط يا فندم بلغناهم ان هم يهدوا طلباتهم شويه لمين دول. والبلدعي مش موجود في مصر، ومن خلال متابعه تليفونات الشباب بتوعه قدرنا نعرف انه هيجي على الاحتجاجات، وده طبعا عشان يستغل الفرصه. مش عايز كلام، عايز فعل. من اللحظه دي اوامر، هنقطع رقبه اي حد هيعدي الخط الاحمر. وحشتين وانتي موت. معلش بقى هتقل عليك. يا سلام يا ستي، ده انت تنوري. وبعدين ده انا وحشني السهر والرغي والبيات من ايام الجامعه. انا جاهزه جدا، يلا بينا ننام حالا. طب يلا الاوضه اهي. لا استني بس اما نسلم عن طنط مايه من الاول. قول اقتراحاتك يا سياده اللواء. والله يا فندم انا شايف انه لو ركزنا التخطيط في اتجاه واحد بس يبقى كده بنحدد خط معين، ولو الخط ده ما اتحققش هنبقى مش فاهمين اي حاجه. وضح يا سياده اللواء. يعني لو قلنا ان الخطر ده جاي من ناحيه البلدعي او الاخوان ولا حتى الشباب دول بس ومفيش حاجه حصلت، هيبقى تقديرنا للموقف كله غلط. فهناك امكانيه لتكرار ما حدث في تونس بدول عربيه خاصه مصر. ايه ده يا سياده اللواء؟ كمل يا فندم، في حاجات مهمه جدا. فان القراءه الصحيحه تنذر بمخاطر حقيقيه في ظل المعطيات التي يشهدها العالم العربي مثل احتلال العراق وتقسيم السودان، ويشير بعض المحللين السياسيين أن الوضع في مصر يحمل في طياته مخاطر سياسية قد تقترب من تونس، فضلاً عن تبني العناصر المدعومة خارجياً الدعوة لتنظيم مسيرة سلمية حاشدة بحجة التنديد بتزوير انتخابات مجلس الشعب. أيوة كده، لازم نحط لهم كل النقاط المحلية والدولية والإقليمية. هاي يا سيادة اللواء، لازم القيادة السياسية تعرف إن احنا حاميينهم من بلاوي كتير. طبعاً يا فندم، طبعاً. دعاء ازاي؟ وحشيني قوي. كتير قوي ولا نص نص؟ انتوا هتقعدوا تحبوا بعض كده على السلم وتفضحونا؟ خش جوا يا عم يلا. هو احنا مش نازلين اصلا؟ لا تنزلوا ايه؟ اكيد بيدوروا عليكم طبعا. يلا خش يلا. النهارده عبده عبد المنعم 48 سنه ولع في نفسه احتجاجا على الغلاء، والناس انقذوه ودوه المستشفى. مش عبده لوحده، كذا كمان واحد ولع في نفسه. النهارده كنا بنزورهم في المستشفى، كنا 8 بس. يا ترى بقى هنبقى قليلين كده يوم 25؟ محدش يولع في نفسه يا جماعه، ارجوكم محدش يولع في نفسه. اللي عايز يولع يولع في الفساد. الناس فاكره لو ولعت في نفسها هيحصل زي اللي حصل في تونس. لو نص الشعب ولع في نفسه النص التاني هيقف يتفرج عليه. 29,000 واحد لغاية دلوقتي قالوا انهم هيشاركوا في يوم الثورة وضد التعذيب والفقر والجهل. وسعت منك يا أدمن، مفيش حاجة هتحصل. 50,000 واحد علقوا على البيان الأول، انشوف كل عمارة وكل المواقع وكل الجروبات. يوم الحرية المصري انضم لأكثر من 30,000 مصري. كن حر، كن كريم، انشر. دي منشورات عقب عليها القانون، انتوا مش قد الناس اللي ماسكة البلد دي. يا قالوا كده وبلاش تودوا نفسكم في داهية. أنا هنزل يوم 25 ومستعد أموت وأعرف إن الحرية عمرها ما كانت بالمجان. مستعد أكون أول واحد يموت عشان حرية مصر وكرامتها. أنا شايل كفني على إيدي يوم 25. أوعى تنسوني من دعائكم لو حصل لي حاجة. إيه يا معلم؟ وصلت الباور؟ أوعى حد يقع في إيده الجهاز ده، كلنا هنروح في داهية. ما تقلقش يا ريس، المكتب ده بتاعي ومحدش معاه المفتاح غيري. عايزين نوصل لمصر كلها. مصر فيها 80 مليون مشترك على الموبايل، لو قدرنا نوصل ل 100,000 وكله قال له اصحابه يبقى فل قوي. طب ما تقول لي كده على شويه اقتراحات للرسائل اللي بعتها للناس على الموبايل. خد عندك. في ناس بتقول ان الشعب التونسي اشجع من الشعب المصري. عايزين نثبت لهم ان احنا مش جبنة، وهنطالب بحقوقنا في يوم 25 يناير. يلا يا احمد، يلا يا بولس، بكره مصر تحصل تونس. ميعادنا يوم 25 يناير. الله عليك. طب خد دي.
مصريين كتير قوي محبوسين ليهم اكتر من 30 سنة في بطاقة رقم قومي ونفسهم يعيشوا بني ادمين في البلد دي. قول له الظلم لا وانزل يوم 25. اكتب عندك على صفحة 6 ابريل كل المواقع اللي ممكن الناس تبعت منها اس ام اس ببلاش. واحدة صاحبتي لسه قايلة ان مامتها جات لها رسالة عن ثورة 25 يناير. موضوع الرسائل بجد بيأثر. وانا دلوقتي تاكسي سألني عن يوم 25 لما لقاني بتكلم عليه في التليفون وهيتكلم مع كل الزباين. والله يا خوفي اليوم 25 ده يجي ومحدش ينزل. موقف الشعب المصري هيبقى زبالة قدام العالم والشعب المصري كله. عيب عليك. انت مراد القديم الكلام ده ما يطلعش منك. عشان كده مش لازم نضيع الفرصة دي. من هنا لحد يوم 25 مفيش نوم. ها؟ سمعونا بقى أفكاركم الحلوة. على فكرة أهم حاجة إن الثورة تبدأ بالشباب اللي عنده حماس شديد. قصدك غير 6 إبريل؟ لا ده لسه في الأمن اللي جاي ده هيعملوا شغل جامد قوي. طبعا هم هايلين أنا ما قلتش حاجة. بس أنا قصدي الشباب اللي عنده حماس شديد. حاجة كده تخلي جسمك يقشعر. ناس متعودة على عصيان الأمن المركزي. تخش فيهم ما يهمهاش أي حاجة. فهمت قصدك مين؟ فكرة أصلا مش جبال عادي. مساء الفل يا شباب. ازيك يا ابو الرجاله؟ الحمد لله تمام. اخبارك ايه يا نجم؟ ايه يا رجاله؟ احنا مش قلنا بلاش فنانه الاهلي والزمالك؟ اتفقنا ما دام على الارض. بصوا يا جماعه انتوا لو بذلتوا اي مجهود بتبذلوه في اي ماتش مصر كلها هتتغير. الالترس كلها هدف تشجيع فريق. احنا بنحب الكوره ما دخلناش في السياسه. هو انتوا مش عايشين في البلد ولا ايه؟ انتوا مش شايفين الظلم والتعذيب اللي احنا فيه ده؟ ده كلها كام شهر ولا سنه وكلكم تبقى عواطليه في بيوتكم. طب انتم اتضربتوا كم مره من الامن في الماتشات؟ ردوا على سؤال واحد بس، هتخافوا من ايه لو نزلتوا؟ حلو قوي البيان بتاع 6 ابريل ده يا عادل، بس لازم بقى تفصلوا عن الدعوه اليوم 25. في ناس كتيره ما تعرفكوش، لو شافوا اسمكم هيخافوا ينزلوا. هيقولوا مين دول؟ لا بيان 6 ابريل حاطينه على الجروب بتاعنا على الفيسبوك، لكن اللي اتطبع هو الدعوه اليوم 25. طبعته منه قد ايه بقى؟ يعني حوالي ربع مليون نسخه، والتوزيع من النهارده بالليل. قول يا رجاله ابطال. ليه يا سامح؟ بتضحك على ايه؟ ما تضحكني معاك يا جدع. مش عارف ليه افتكرت مبارك فجأة كده. زمانه قاعد دلوقتي مع الزعماء العرب في القمة الاقتصادية الاجتماعية المهلبية بتاعته في شرم الشيخ. يا اخي موت واعرف الحكام العرب بيفكروا في ايه دلوقتي؟ هتلاقيهم عايزين يعملوا صفحة على الفيسبوك ويسموها احنا مش زين العابدين بن علي. أنا مش تونس. والله العظيم أنا آمن ومستقر. ما ينفعش كده يا عبد الرحمن، أنت كل البوستات اللي على الجروب بتكتبها لوحدك. وليد انت عارف ان انا مش مهمشك ولا حاجه. الله انا حاسس ماليش اي لازمه في الموضوع ده. انت عارف كويس قوي اني بحب البلد زيك. من ساعه ما اتفقنا على اداره جروب خالد سعيد انت الدعم الفني وانا العقل السياسي. يعني هتبقى دكتاتور زي مبارك. انا كده برضو يا ابني افهم. الاحداث سريعه ومتلاحقه. لو كل واحد رد باسم الجروب هيبقى في اقوال متضاربه وكل اللي عملناه هيروح. وانت مين قال لك بقى ان كلامي هيبقى متضارب معاك؟ اذا كان انت نفسك كنت ضد يوم 25 يناير عشان عيد الشرطه، وكمان مش مقتنع ان مصر ممكن يحصل فيها ثوره اصلا. بقول لك يا وليد انت مش نازل مصر كمان كام يوم؟ خلاص انا هخليك ادمن، بس خليك فاكر الجروب ده مش بتاعي ولا بتاعك، ده بتاع الشباب كلها. هنعمل ادمن تانيين. ارتحت يا سيدي؟ حاجات تقدر تعملها عشان تنشر فكره يوم 25. تقدر تنشر الدعوه الخاصه بالايفنت على الفيسبوك. اعمل شير او لايك لاي فيديوهات بتنزل على جروب خالد سعيد لان ده بيحمس الناس اكتر. وافتكر الصوره احسن من 1000 كلمه. اتصل بخمسه من اصدقائك وحمسهم للمشاركه والنزول. تغيير صوره البروفايل لصوره انا نازل يوم 25 يناير. يوم 25 يناير النقط هتتحط على الحروف. يوم 25 يناير مش دعوه للفوضى لكن بدايه للمطالبه بالحقوق. مين كان يصدق ان يوم عيد الشرطه يتحول ليوم يقف فيه كل المصريين وان الدعوه توصل ل 700 الف شخص على الفيسبوك؟ مشكلتنا في مصر ان الناس ما بتفكرش غير في مشاكلها هي وبس، وبرغم اننا شعب متدين الدين نفسه هو اللي بيقول لنا اننا لازم نهتم بمشاكل اللي حوالينا. وبنقول لكل واحد بيقول علينا اننا شعب بائس او بيقابلوني لو عملتوا حاجه يقعد يعمل لنا هو سندوتشات احسن يوم 25. الامن مطلع اشاعه ان الدعوه اطلقتها التيارات الاسلاميه، لكن الدعوة خرجت من جروب خالد سعيد. ده بس عشان كلنا نبقى عارفين.
احلف لك بايه؟ العيال دي قلبه الدنيا على الفيسبوك، ده في اكتر من 300,000 واحد نازلين يوم 25. عامل لك ايه؟ انا كنت مصدق ان السيد وزير الداخليه مش معترف بالعيال دول ولا بالفيسبوك بتاعك، وبعدين مش مصدق ان العيال دي ممكن تنزل الناس الشارع. لا هتنزل، طب والله العظيم هتنزل. ما اعتقدش يا محمد. وبعدين خلاص روح شوف شغلك. خلينا نشوف شغلي يا فندم. في كارثه. قلت لك شوف شغلك يا محمد. ايه يا كومندون؟ مالك كده شايل تاجر ستك؟ مالك؟ العيال الاوساخ دول هيعملوها يا احمد، ورحمه ابويا هيعملوها، محدش عايز يصدقني. الله ما يعملوها. ياكش تولع. انا مش كتبت تقريرك وكله تمام؟ يعني كان جمال مبارك وعدك بمنصب وزير الداخليه يا خاين. يا ابن افهم، انت ظابط وشايف قدامك جريمه بتحصل ومش عارف تعمل حاجه، عشان رؤساء بيقولوا لك اهدى تريس، ده هامش حريه احنا سامحين بيه، وفي الاخر في مصيبه. مش دي حاجه تجنن؟ والله ولا تجنن ولا حاجه، انا لو منك مشغلش بالي. تعالى بقى دلوقتي نظبط اكل السمك وجمبري، ونستغل الكارنيه بتاع تخفيضات امن الدوله. اقول لك ثوره تقول لي سمك وتخفيضات؟ هو ما حدش عايز يفهم في البلد دي؟ ايه ده؟ انا مش مصدق يا جماعه، انا قلبي هيقف بتاع الصفحه. ده الناس بعتت صورها الحقيقيه باسمائهم وان هم نازلين يوم 25. شفت كام صوره نزلت؟ 720 صوره. طب بصوا بقى الصوره دي، بنوته ما زادتش عمرها عن 7 سنين. انا هنزل يوم 25، هاخد حقي وهاخد حق كل المصريين. انتوا لازم تفوقوا وتنزلوا. اكتب بسرعه بقى والصفحه سخنه كده عنوان التويتر عشان كله يعرف ايه اللي بيحصل يوم 25. المعجزه حصلت يا جماعه، احنا عملنا حاجه في العالم الافتراضي واتنقلت لعالم الواقع. الحقوا يا جماعه الحقوا. ايه ده ايه ده ايه ده؟ شايف الصوره؟ انا مش مصدقه. كده الرساله وصلت يا جماعه. المنطقه دي بالظبط. تمام يا فندم. وانت وجهه التجهيزات تمت عشان الاحتفال بعيد الشرطه؟ تمام يا فندم. مش عايزين اي اخطاء، عايزين نوري النظام قد ايه الداخليه في البلد دي في احسن حالاتها، وان هي اللي شايله البلد على كتافها. عملت ايه مع الجماعه دي؟ لميناهم يا فندم، ولمينا كل قياداتهم وجاري تادبهم. هم او غيرهم، اي حد في دماغه يعمل قلق افرمه. تمام يا فندم. سياده اللواء مرتضى. يا فندم، اخبار التسجيلات بتاعتنا ايه؟ في حد من السياسيين او الصحفيين بيتكلم في التليفونات للتحريض على اليوم ده؟ في شويه شحن بس مش كتير يا فندم. وريني مين مستجري. يلا يا حسن اشتغل. اوامر يا فندم. على فكرة الشباب دول كويسين قوي، أنا حسيت بكده لما قابلتهم، بس أهو الإعلام هو اللي مشوهم. وتفتكر هينزلوا يوم 25؟ إن شاء الله، ده أكيد. ها يا بطل، إيه الأخبار؟ أهو بكتب لهم أماكن التجمع في القاهرة ودوران المطرية وبقية المحافظات دلوقتي. ضيف كمان يا عبدو، إن اللي مش هيعرف يوصل للأماكن دي يتفق مع أصدقائه وينظم مسيرة في المنطقة اللي هو قاعد فيها. وضيف عندك كمان يا عبدو لو سمحت، الهدف إننا ما نبقاش 30,000 واحد نهتف شوية ونروح، لا، الهدف إننا نلتحم مع الناس ونضمهم لينا. وزود كمان الانتشار في مصلحتنا عشان قدرة الأمن في السيطرة علينا هتبقى ضعيفة. اكتب يا عبد الرحمن أي حاجة أنت عايز تكتبها. طب بقول لكم إيه، ما تكتبوا أنتوا بقى، الله أنا شغال عندكم. إيه ده؟ برنس ده محامي قوي. مالوش في الطيب نصيب الواد ده. وإحنا في غاية السعادة إن سيادة الرئيس قرر إنه يخلي يوم عيد الشرطة أجازة رسمية في مصر. وده تقديرا منه لدور رجال الشرطة في حماية الوطن. وإيه رسالة سيادتك للشعب في اليوم ده؟ رسالة أقول لهم إن الشرطة مهمتها تحميكم من أي عنصر بيحاول زعزعة الاستقرار، وإحنا بنوعدكم في اليوم المجيد ده إننا سنستمر في الحفاظ على الوطن، وسنضرب بيد من حديد على أي كيان بيحاول التخريب أو يعرض حياة المواطنين للخطر. مش فاهمة، ما لقيتش غير الوقت الصعب ده عشان تجيبنا هنا. احنا ما نقدرش نعمل كل ده من غير ما نقابل اقطاب المعارضة. ايوه بس احنا اتفقنا ان احنا هنشتغل على الانترنت في الفترة دي. لا يا حبيبتي قلبي، احنا اتفقنا اي حاجة توصلنا لهدفنا نعملها. استنى هنا، وانت ايش ضمانك بقى ان الناس دي مش مترقبة فيتقفشوا ونتقفش احنا كمان معاهم ويضيع يوم 25؟ بصراحة احنا مرتبين كل حاجة، يعني وجودنا هنا من عدم مش فارق، بس مين دول اللي يتقفش؟ دول عايشين في حضن النظام. ولما انت كده قدها وقدود
مجرجرني معاك ليه؟ بصراحة بقى أنا قلت أنتهز الفرصة التاريخية دي علشان أعبر لك عن مشاعري. مشاعرك؟ طب يلا يا نصاب يلا. مساء الخير يا حاج. مساء النور. اتفضلوا اتفضلوا. أيوة محمد بيه. احنا عاملين مراقبات لكل رموز المعارضة ولقينا داخل معاهم في اجتماع العيال بتوع النت اللي انت كنت راصدهم وكانوا هربانين منك. يا باشا ما ينفعش اهاجم الفيلا ولا اقبض عليهم. ما عنديش تعليمات لكده. ما ينفعش اقبض عليهم وهم خارجين. لازم تعليمات من رئيس الجهاز. كلمه وخد موافقته وتعالى اقبض عليهم بنفسك. اتفضل يا محمد بيه اتفضل. هو صحيح المؤشرات بتقول ان حسني مبارك هيورثنا لابنه، لكن مفيش اعلان او تصريح رسمي بكده من بعيد او من قريب، ولا في اي حد مسؤول صرح بكده سواء كبير او صغير. هو في حد طلب منهم يصرحوا وما صرحوش يا عبد المتجلي يا اخويا؟ دول مجهزين نفسهم بالطبله والسجات. عموما هو الكرسي في طريقه الجمال ده اذا ما كانش قاعد عليه فعلا. الحقيقه يا اخوانا انا مع الشباب في وجهه نظرهم. دي مرحلة إسماع الصوت بالقوة بالإرادة بعد ما الحكومة والحزب الوطني ما استكتروا علينا وجودنا في البرلمان. يا أستاذ جورج كلام سهل، التنفيذ هو اللي صعب. ما تاخذنيش يمكن عشان أنت مارس السياسة في الشارع أكتر، غايب عنك حقيقة المطبخ السياسي ودهاليزه والحجرات المغلقة والتربيطات. يا سيدي ومين قال لك بس إن أنا عايز أكون مع اللي بيطبخوا ولا بيعكوا سياسة ولا بيعملوا تربيطات ولا بيعملوا حركات؟ لا 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 احتج. لا لا حركات إيه؟ أيوه احتج احتج براحتك. ده مش كلام سياسيين يا أستاذ جورج. يا جماعة اهدوا ما يصحش كده، وأنت أستاذ فرحات اقعد وصلي على النبي اقعد. كل يسمع لو سمحتوا. مصدومين؟ أنا عارف، بس أنا لما أطرحكم ما تصدمش. الأحزاب التقليدية القديمة دي خلاص ماتت. الراية في إيديكم أنتم. الراية تنتزع ما بتسلمش. حلوها أنتوا يا شباب. مستنيني شباب تونس حقق الحلم، وأنتوا هتحققوا المعجزة، وإحنا وراكم مش قبلكم. ولا كتفنا بكتفوكوا زي ما بيقولوا، احنا وراكم. حتى المتخاذلين اللي لسه واقفين في مكانهم اول ما هيلاقوكوا خطيتوا الخطوه الاولى كل مصالحهم السياسيه هتبقى معاكم. يلا بقى. والعيال ولاد المارة دول لسه ما خرجوش؟ لسه جوه يا محمد بيه. طب خش المهم لأشرف. انت كده هتودينا في داهية لو قبضنا عليهم من غير تعليمات. انا كده خلصت المأمورية بتاعتي. بالإذن يا باشا. الشرطة اتعاملت معانا بعنف ما ينفعش نرد عليهم احنا بعنف، وطبعا الممتلكات العامة خط احمر، يعني لا نكسر ولا نخرب، احنا نازلين نطالب بحقوقنا. اما بقى بالنسبة للقوى السياسية فيا ريت محدش فيهم يرفع شعار، عشان احنا هنا مش نازلين في فرح ابن العمدة. ويا ريت كلنا نوحد شعاراتنا، وبيتهيألي بقى اهم شعار كلنا متفقين عليه عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة انسانية. ايه ده؟ شوف نفسك. تمام يا فندم قريب. يلا قوم يا حبيبي. 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 لو نزلت يوم 25 مش هتقفي في طابور العيش، وابنك هيلاقي شغل وامك هتلاقي علاج.
بس لو اتقفشتوا في المظاهرة اوقعي بصوت الناس هتغيتك على طول، ولو خدوكي على النيابة لا سمح الله يعني هتدخلي على واحد حلوة محترم بيقول لك انا وكيل النيابة، قولي له مش هتكلم غير لما يجي المحامي بتاعي. مش هتكلم غير لما ايه؟ مش هتكلم من ايامك المحامي بتاعي. الله ينور عليك. ما هو يدخل في قفايا تراب ورق شجر احسن 100 مرة من كهرباء امن الدولة. ده انا كده اطمنت خلاص ان الشتاء هيخلص. مش احنا خدنا كده في الاحياء ان الارض بعد تقلب الفصول من فصل الى فصل تلفظ الحشرات والامراض لو تركت لهلكها العالم فيرسل الله الغبار ليقتلها. اللغه العربيه دي وده المدرس كان بيقول كده. افتح يا ويلو. الحمد لله. كمال سلم وليد حبيبي. حبيبي ازيك يا محمد؟ ايه انت عامل ايه؟ كله تمام الحمد لله. ازيك؟ عامل ايه ومراتك اخبارها ايه والعيال؟ الحمد لله. مالك يا عبدو؟ في ايه؟ عبدو استدعوه في الجيش مش هيحضر معانا يوم 25. اولا اعبر عن تهنئتي لجهاز الشرطة لتوصلهم الى مرتكبي العمل الارهابي بالاسكندرية، واقول بعبارات واضحة اننا لن نتردد قط في اتخاذ ما نراه محققا لأمن مصر وشعبها. سوف نتصدى لدعاة الفتنة ونحاسب المروجين لها والمحرضين عليها. إنني ومعي كل المصريين نتوجه بالتحية والتقدير لرجال الشرطة في عيدهم. مجموعة من الأطباء والمحامين انضموا للمسيرة. نشطاء اسكندرية طبعوا 8000 دعوة، ونشطاء طنطا 2500. شدي حيلك يا بلد يا عم. وانضم ليهم بورسعيد واسيوط وسوهاج، ولسه حالا مصعد ابو فجر بيقول لأهل سينا نازلين. ده غير بقى الجامعات الخاصة وموظفين الضرايب العقارية وعمال غزل المحلة وبترو ترد. ورابطة أصحاب المعاشات ومهندسين تحت الحراسة. وعندكم القوة السياسية شوفوا بقى. عندك حملة الدعم البرادعي، الجامعة الوطنية للتغيير، شباب الإخوان، المشتركين الثوريين. ده غير شباب الأحزاب كلها. وطبعا كل أصحابنا المدونين اللي سخنوا معانا. زي وائل وعلاء واسماء وفاطمه ومالك وغيرهم. يعني مصر كلها نازله. ما تنسوش بقى تكتبوا ان ما حدش يروح، الناس كلها تفضل في الشارع. هو ده سر النجاح ثوره تونس، ان ما حدش فيهم روح. ما انا لسه قايله الكلام ده. وايه يعني؟ يعني مش هنمشي هو اللي يمشي، مش هنمشي هو يمشي، مش هنمشي هو يمشي، مش هنمشي هو يمشي، مش هنمشي هو يمشي. بكتب تاريخك يا وطن في كل مكان. أنا الأمل وأنا الأحزان. بكتب تاريخك يا وطن في
كل مكان. أنا خطوة بتوصل للميدان جاي الربيع وسط الشتاء وغربانة بكتب تاريخك يا وطن في كل مكان. أنا